السلام عليكم. دائما مع وصفات أسمر الجزائري، نقول لكم رمضان كريم، إن شاء الله تصوموه بالصحة والهنا. هذه المرة جبت لكم الحشوة نتاع الكيش اللي رايحين نحشو بها الكيش تاعنا اللي خدمناهم ولا خدمنا قوالب الكيش في المرة السابقة، ولكن هذه المرة راح نخدموا غير الحشوة اقتصادية سهلة مهلة وتجي غير بالسلق، يعني نقتصدوا شوية، ما فيهاش اللحم مفروم ولا الدجاج مفروم، يعني حشوة ما شاء الله رائعة جدا. تبوا معايا الوصفة. هكذا بسم الله نبداو باش نعمروا هذوك اللي كيش تاوعنا بالحشوة هذه لافارس اللي راح نديروا فيها في المقلة نتاعنا. واش حطينا كمية تاع الزيت، حوالي ربع ملعقة تاع الزيت، وراح نزيدوا عليها حبة بصل متوسطة، نقلوها جيدا. هذا كي نشوف البصل تاعنا بدا يتقلى مليح، بدا يتبال، واش نديرو؟ نحطوها ونفرغو عليه الربطة تاع السلق نتاعنا اللي كنت نقيتها وغسلتها جيدا وقطعتها رقيقة. هذا النار تاعكم دايما تكون نار متوسطة. انا هنا السلق ما غليتو وما فورتو، هنا خليتو مدة 5 دقائق. راح نخلطو، شوفوا كيفاش تبال، شوفوا يعني السلق طلق الماء تاعو وراح يطيب، والبصل من تحت ما نحرق ما والو، يعني خليته قلت لكم مده 5 دقائق ما حركتوش. درك واش راح نديرو؟ رايحين نتبلوها. بالنسبه للتوابل هنا واش نحتاجو؟ هنا عندي الملح، ما نكثرش الملح بزاف على خاطر السلق ديجا اصلا هو يجي مالح. راح ندير من الايبيس دور اللي التوابل تاعهم بزاف شابه وبنتها تقعد الدور، الفلفل الاسود يعني شويه فلفل اسود، وراح نديرو كذلك هنا عندي جبن خاص بالجبن الكيري، يعني مذاق تاعها رائع، شوفوا كيف جاي الداخل. راح نحط لكم الرابط على الصفحه تاع ايبيس دور، تقدروا تواصلوا معاهم يبعث لكم لي زيبيس حتى لباب الدار، يعني يبعث لكم عندهم التوصيل، طلبوا بك التوابل اللي تحبوهم وهم يبعث لكم حتى باب الدار. هكذا نقلوا السلق تاعنا مع البصل، قلى جيدا على نار متوسطة، يعني واحد الريحة ما شاء الله. إلا ما كانش عندكم من إيبيس دور ولا توابل تاع الجبن، ديروا أي توابل، ديروا راس الحانوت، توابل الكاري، يعني واش عندكم ديروا، ولا توابل ماريني، توابل شورما، المهم النكهة اللي حبيتوها ديروها. هكذا نخلوه يتقلى ويذبل معنا. هكذا بعد ما طاب معنا البصل تاعنا والسلق طاب، راح نطفيه ونخليوه في ابجي. دوكا باش نروحو نخدمو لاباراي تاعنا. لاباراي هي العفسة اللي راح يديروها في ليكيش، هذيك يسموها لاباراي. دوك نفهمكم كيفاش نخدموها. هي فيها 3 حبات تاع البيض. هنا البيض ديرو قد ما راح تخدموا ليكيش تاعكم، يعني اذا تخدموا كيش كبير ديرو كمية كبيرة، تخدموا حبيبات عليك كيش نقص الكمية، يعني تولي عينكم ميزانكم. عندنا 3 حبات تاع البيض، عندي علبة تاع الياغورت الطبيعي، اللي يقدر يدير كريم فريش يدير كريم فريش نورمال عادي، ولا كريمة طازجة. عندي كذلك واحدة فرماج ريجيم، ولا هو فرماج الجبن الطبيعي، يعني انا نحب نديرهم في الكيش توعي ولا هذو اللي صالي الصغار، يعطي نكهة بزاف شابة. ولا اللي ما عندوش يدير الجبن نورمال تاع الجبن الطلي ولا جبن المربعات ولا اي جبن عنده يستعملهم. نخلطوهم هكذا مع بعض، شوف كيفاش تحصلوا على خليط ثقيل شويه وثاني فيه بنه بزاف شابه. نفرغوا السلق تاعنا مع البصل اللي كنا طيبناه، يعني كيش بالخفي وجد ساهل ماهل، بالاخص لي فيجيتاليا اللي ما ياكلوش العشبيين كما نقولوا احنا، ولا النباتيين اللي ما ياكلوش اللحوم، يعني خممنا فيهم. ماشي كل حاجه لازم نديروها باللحم، ولا كل حاجه نديروها بالطون، ولا اللحم المفروم ولا الدجاج، يعني لازم وصفه تاعنا تكون شويه ناقصه هذه المواد. نقدر ناكلوا كما نقولوا احنا حاجه تقريب صحيه، لانه يعني ما فيهاش، تعرفوا ما فيهاش حاجات مواد يعني حافظة ولا مواد مصنعة. شوفوا كيفاش يجي الخليط تاعكم شبه سائل. دوكا نروح نجيبو لاباراي كيش تاعنا واللي هي قوالب الكيش اللي خدمناها معكم في الفيديو السابق. مع
عطاكم هذا الصغار، قلنا لكم ديروهم كمشروع، وخدمنا معكم هذا كبير. يعني احنا حنعمروا اليوم هذا كبير اللي خليته في المول تاعو، ما حبيتش نديمو ليه باش نطيبو لداخل وما يتكسرليش. هنعمر لداخل لاباري تاعي هذه، شوف كيفاش. انا نحاول نخلي شويه باش نعمر هذاك الصغير، هذا يتعمر لداخل. ونشعل الفرن تاعي على 220 درجه مئويه، درجه شويه عاليه باش بالخف يطيب لنا. شوفوا هكذا، راح نخلي شويه باش نعمر واحده برك صغيره ونشوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي. كيش ما شاء الله. هنا ما حبيتش ندير الملح ولا الفلفل الاسود، لانه الجبن راهو فيه جبن طبيعي، فيه شويه ملوحه، وكذلك السلق راهو فيه ديجا من قبيل درتلو معاه شويه نتاع واش يسموه الملح والفلفل الاسود وشويه من جبن توابل الجبن الكيري. شوفوا هذا الصغير كيفاش عمرته هكذا، والباقي راح نكمله هنايا. ايوه هكذا جاتني ما شاء الله سوا سوا. ونكمل نعمر ونسطحه جيدا. ودوكا واش راح ندير له؟ راح ندير له الجبن المبشور من فوق باش يعطي له هذيك التكراتينه من فوق، يعطي له هذيك الطبقه الشابه من فوق. هكذا راح نفرغ عليه، نذرذر عليه الفرماج تاعنا الشيدر هذا، يعني راح ندير له كميه لاباس بها باش يخرج ما شاء الله. يعني اللي كيش يحبوا الفرامج، يعني انتم كل واحد ومقدوره، يعني الا ما قدرتش ديروا الجبن من فوق ما ديروهش، يعني عادي، ولكن راح يخرج طعمه تاعو مليح شباب، ولكن الجبن راح يزيد له طعم احسن يعني كي ديروه من فوق. شوفوا لي كيش تاع الصغير كيفاش درت له، ان شاء الله تكونوا تشوفوا الصوره راهي واضحه تبان لكم. انا عندي عمرته كاع فرامج، يعني ما ولاتش وصفه اقتصاديه، ولكن معليش يلا. يعني انتوما ديروا بالشحه ولا ديروا بشويه كما تقيس قيسكم. هذا واش راح ندير؟ راح نحطه في الصينيه تاعي كما راهو هكذا باش يدخل لي في الفرن هكذا، ومن بعد نتلاقاو في الفاصل كي نوجدوا هذا الكيش. الله الله، نحطه في صينيه الفرن. نزيد نحط هذاك الصغير من تحت هنا وندخله هكذا. بعد ما طابوا الليطر تاعنا، شوفوا كيفاش تحمر من النوم لهيه. المشكل انه الجبن هذا مش يتحمرش من الفوق، شوفوا من تحت كي جاو محمرين من الفوق، يعني ما تكراتيناش مليح مليح كما حب الخاطر. مي معليش، انا كملنا الاولى. نجيبوا الكبيره تاعنا هذه، كما راكم تشوفوا راهي سخونه شويه زياده، نقسموها ونشوفوا كيفاش خرج لداخل. يعني شوفوا حتى التقسيم تاعها سهله مهله. استقرب لكم كاميرا الاسفل، يعني شوفوا ما شاء الله كيفاش جايه طيبه لداخل. نفرغو كويس كازوز، هكذا باش نذوقو الكيش نتاعنا. هكذا ما بقى لي غير نقولكم ان شاء الله يكون شاهدكم في الجنة خوتي خياتي، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة نتاع الكيش المحشيين بالسلق واقتصاديين.